تفاصيل صادمة إليكم: بيع كسوة الكعبة وسرقتها من البداية بمبلغ 79 دولار. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا ابداء رأيكم. ألقت سلطات الأمن السعودية في مكة المكرمة القبض على آسيويين تورطا في سرقة 7 قطع من قماش كسوة الكعبة المشرفة. القطع السبع من كسوة الكعبة ضبطت أثناء شحنها إلى الخارج من خلال فرع البريد السعودي بحي الشيشة بمكة المكرمة. الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة بالمقيمين الآسيويين وهم من الجنسية الباكستانية في أثناء وجودهم في فرع البريد السعودي بحي الشيشة. وفي التحقيقات قال المتهمين بعد التحقيق معهم إنهم قاموا بشرائها من أحد البائعة في شارع 60. وقالت المصادر إن المتهمين الاثنين قاما بشراء القماش بمبلغ 300 ريال أي 79 دولار من شخص هندي دون سابق معرفة. المتهمين الاثنين جرى تسليمهما إلى شرطة القرارة بمكة المكرمة للتحقيق معهم، والتي أحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية. كسوة الكعبة وهي قطعة من الحديد الأسود المنقوشة عليه آيات من القرآن من ماء الذهب، تكسى بها الكعبة ويتم تغييرها مرة في السنة، وذلك خلال موسم الحج صبيحة يوم عرفة في 9 من ذي الحجة. ويتم رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة سنويا قبل موسم الحج بمقدار 3 أمتار تقريبا، ويغطى الجزء المرفوع بأزرار من القماش القطني الأبيض بعرض 2 متر تقريبا من الجهات الأربعة، فيما يعادل الوضع لطبيعته بعد انتهاء الموسم.